هودجكن لينفوما، هودجكن لينفوما primary arises within the lymph nodes and involves the extranodal sites second. يعني هي دايما بتبتدي في الليمف نودز، ولو خدت الاكسترانودال سايتس بيكون الموضوع ده حاجة ثانوية. الانسيدنس بيكون مور كومن في اليانج ادلتس. النيوبلاستيك سيل في حالات الهودجك الليمفوما هي الار بي سيلز او الريد شتيرنبرج سيلز، والخلايا دي بتكون greatly outnumbered by infiltrating inflammatory cells بالإضافة لوجود fibroblastic reaction. يبقى أنا عندي جوه الحاجات بتاعة الهودجك الليمفوما خلايا اسمها RS cells بالإضافة لوجود mixture من infiltrating lymphocytes وكمان fibroblastic reaction. أهم diagnostic feature هي وجود ال RS cell. ازاي بنعمل كلاسيفيكيشن للهودجك الليمفوما؟ في تو كاتيجوريز كبار. الكاتيجوري الاولاني اسمه نودولار ليمفوسايت بريدومينانت هودجك الليمفوما، والكاتيجوري الثاني اسمها الكلاسيكال هودجك الليمفوما. الكلاسيكال هودجك الليمفوما تحتيها في اربع انواع: ليمفوسايت ريتش، نودولار سكلروزس، ميكسد سيلولاريتي، الليمفوسايت ديبليت. يبقى انا عندي ازاي بقسم الهودجك الليمفوما؟ بتتقسم لتو كاتيجوريز، الكاتيجوري الاولاني نودولار ليمفوسايت بريدومينانت، والكاتيجوري الثاني اسمها الكلاسيكال. تحت الكلاسيكال عندي ليمفوسايت ريتش، نودولار سكلروزس، ميكسد سيلولاريتي، اند ليمفوسايت ديبليتد. ايه الايتيولوجي بتاع الهودجك الليمفوما؟ في هايبوثيسز، يعني في افتراضيات بتقول ان غالبا الموضوع بيكون ممكن يكون انفكشن، غالبا انفكشن بفيروس زي الابشتاين باي فيروس او الهيومن تي ليمفوتروبيك فيروس، الاتش اي في، الهربس فيروس 6، او جينيتك ايتيولوجي باي ذا سجستد باي اذرز على اساس الاوبزرفيشن ان الهودجك الليمفوما بتحصل في فاميليز ومعاها الاتش ال اي تايب. هودجك الليمفوما بتبقى 99 تايمز مور كومن ان ايدنتيكال توين اوف ان افكتد كيس، يعني الحالات هنا بتكون غالبا فيها جينيتك بريديبوزيشن، فالموضوع هنا مجرد هايبوثيسز لكن مفيش سبب واضح للموضوع. ايه هي الريد شتيرنبرج سيل اللي هي الدايجنوستيك سيل اوف هودجكن ليمفوما؟ دي سيل بتيجي من البي سيل لينج، وذو زي هاف ان انيوجوال فينوتايب. الفينوتايبنج بتاعها زي ما قلنا في المحاضره بتاع المحاضره اللي فاتت ان في حاجه اسمها السي دي بعملها علشان اتعرف على نوع الخلايا اللي عندي. الخلايا اللي هي الريد شتيرنبرج سيل دي وصلوا ان هي جايه من البي سيل، هي اصلا عباره عن بي سيل لينج لكن هي بوزيتيف لحاجه اسمها سي دي 30، سي دي 15 وماركر اسمه الفاسن، وبتكون نيجاتيف لحاجه اسمها ال ال سي اي او الليكوسايت كومن انتيجين. يبقى هي ليها فينوتايبنج مختلف وكاركترستيك. في منها انواع، في الكلاسيك ريد شتيرنبرج سيل دي لارج سيل ليها باي لوبد نيوكليوس بتبان على انها ميرور ايمج، بيقولوا عليها الاول اي زي عين البومه بالظبط، كان العينين بتوع البومه. كل لوب من النيوكليوس دي في prominent eosinophilic inclusion like nucleolus with a clear halo around it. السيتوبلازم بتاعها بيكون abundant and amphiphilic. يبقى انا عندي ال RS cell اللي هي typical او الكلاسيك RS cell بتكون large cell، النيوكليوس بتاعتها بتكون باي لوبد كانها ميرور ايمج، كل لوب من التو لوبس دول بيكون فيه prominent eosinophilic nucleolus بيديني المنظر بتاع الاول اي. في منها variant اسمه المونو نيوكليير variant، بيكون عندي بدل ما النيوكليوس عباره عن تو لوبس بتكون النيوكلياس هنا لوب واحد بس، نيوكلياس لوب واحد بس، بس فيها نفس الفيتشر ان هي فيها prominent eosinophilic nucleolus وحواليها العلو. اللاكيونر سيل دي بتكون كاركترايزد بان في لاكيوني حوالين السيل، كان الخليه بتعوم جوه لاكيون، ودي بنشوفها في نوع محدد من انواع الهودجك الليمفوما اللي هي نودولار سكلروسس. في فاريانت اسمه الالانديتش او الليمفوسايت اند هيستوسيتيك سيل، ودي بنشوفها في النودولار ليمفوسيتيك بريدومينانت هيدجيك الليمفوما، او ليها اسم تاني اللي هو البوب كورن سول النيوكليوس، بيبقى منظرها زي بالظبط كانها واحده بوب كورن. في نوع تاني اسمه البليومورفيك، ودي فيتشر من الليمفوسيتيك ديبليتد، ودي بيكون فيها اتيبيا وانابلاستيك تشينجز. يبقى انا عندي في انواع من الهودجكن سيلز، في الكلاسيك ار اس سيل، وفي المونونيوكليار فاريانت، في اللاكتولان فاريانت،
ال L and H cell وال Pleomorphic، وكل واحدة فيهم بتكون characteristic ل variant معين من ال Hodgkin lymphoma. اللي قدامنا دي يا جماعة هي ال RS cells، ال classic RS cells. بتكون large cell، size بتاعها كبير، ليها حاجة اسمها amphiphilic cytoplasm. النيوكليوس بتاعتها بتبقى عبارة عن two loops، كل لوب منهم فيه prominent nucleolus. يبقى المواصفات بتاعة الخلية دي ان هي large cell ليها amphiphilic cytoplasm by looped nucleus. النيوكليوس بتاعتها كل لوب منهم فيه prominent nucleolus. الكاركترستيك شيب ده اسمه ال all eye. اسمه ايه الكاركترستيك شيب ده؟ اسمه ال all eye. يعني ايه all eye؟ يعني شبه العين بتاعة البومة، كأنك بالظبط بتبص للعين بتاعة البومة. الكاركترستيك فيتشرز بتاعت الريتشتنبرغ سيل دي ان هي بوزيتيف لبعض الميون هيستوكيميكال ماركرز اللي هي بتكون دايجنوستيك في حالات الهوتشكين لنفوم، زي البوزيتيفيتي للسي دي 30، البوزيتيفيتي لماركر اسمه الفاسين، وفي نفس الوقت هي بتكون نيجاتيف للليوكوسايتيك ليوكوسايت كومينانت. الهوتشكين لنفوم تتشخص بوجود الريتشتنبرغ سيل، بس مش لازم تكون من الكلاسيك تايب ده، لان في انواع تانية فاريانت تانية من ال ار اس سيلز. يبقى ال ار اس سيل الكلاسيك دي لو اتشافت هي دياجنوستيك للهوتشكين لنفوما. طب ما شفتش الكلاسيك، ممكن اشوف فاريانت تانية. مش لازم تكون هي ال ار اس سيل الكلاسيك بنفس الشيب ده هي اللي تكون موجودة عشان تشخص هوتشكين لنفوما. الكلاسيك ار اس سيلز هي اللي لسه احنا شايفينها في الشريحه اللي فاتت. هنمسك اول نوع اللي هو النيدورال ليمفوسايت دوميننت هودجكن لينفوما. ده ان كومن تيومر عنده كاركترستيك مورفولوجيك ابييرنس اند ديفرنت اميونو فينوتايبنج من الكلاسيك هودجكن. يعني احنا كنا بنقول ان الكلاسيك هودجكن بوزيتيف للسي دي 30 والسي دي 15، هنا بتكون نيجاتيف غالبا للاثنين. طيب هي ليه اتحطت مع الهودجكن وما راحتش مع النون هودجكن؟ لان فكره وجود ال ال اند اتش سيل بالاضافه للميكسد انفلاماتوري باك جراوند سيلز اللي موجوده دي بتاعه الهودجكن، مش مع النون هودجكن اللي ان شاء الله لما تاخدوها تعرفوا ان غالبا كل البوبوليشن بيكون نوع واحد من الخلايا. البيشنت بيجي بريزنتنج بسوليتوري لارج بريفرال لينف نود، غالبا بتكون في النيك او الجروين او الاكزيلا. اوكيجنالي بيكون معاها او بيصاحبها او بيسبقها حاجه اسمها البروجريسيف ترانسفورميشن اوف جيرمينال سنتر، ده تغير بنشوفه جوه النود. مايكروسكوبيكالي النيوبلاستيك سيلز اللي عندي اسمها ال اند اتش سيل او الليمفوسيتيك هيستوسيتيك سيل او البوب كورن سيل، دي ممكن تكون كتيره. بتبقى عباره عن لارج سيل ليها مالتي لوب ديفيزيكولا نيوكليوس ديليكيت كروماتين سمول نيوكليولاي سكانتي ويز بسيتوبلازم، وغالبا بلاقيها جوه النودجوبس. الباك جراوند سيل اللي عندي اللي احنا لسه بنقول ان الهوتشكن لنفوما بتتميز بان بيكون عندي ال LH او ال RS سيلز بالاضافه لوجود باك جراوند سيلز. الباك جراوند سيلز دي بيكون عباره عن ليمفوسايتس سيستيوسايتس بلازما سيلز ايزينوفيلز. وجود الميكتشر ده اول ما بشوفه مايكروسكوبيكال بيخليني افكر ان الحاله اللي عندي هي هوتشكن لنفوما، وبعدين ببدا ادور على نوع ال RS سيل اللي موجوده عشان اكلاسيفاي الهوتشكن لنفوما اللي موجوده. اول نوع بنتكلم عنه دلوقتي اللي هي النودل ليمفوسيتيك بريدومينانت كاركترايزد باي ال ال اند اتش سيل. هنا الارو بيشاور على البوب كورن سيل. عندنا حوالين البوب كورن سيل دي في ميكتشر من الانفلاماتوري سيلز اسمها الباك جراوند سيل، والخليه اللي بيشاور عليها الارو دي هي دي ال ال اند اتش سيل او البوب كورن سيل، ودي دايجنوستيك للنودل ليمفوسيتيك بريدومينانت هوتشكن. اول نوع هنتكلم عنه من الكلاسيك نان هودجكن لينفوما، الكلاسيك هودجكن لينفوما، هي النودولار سكلروزس هودجكن لينفوما. دي الموست فريكوينت تايب من الهودجكن لينفوما، تيبيكلي بريزنت كميديستاينال ماس في يونج وومن، ليها اكسلنت ريسبونس تو مودرن ثيرابي. الكيور بتاعها بيبقى ممتاز بالتريتمنت. مايكروسكوبي كده انا عندي في نودولار باترن ده بيكون فيه فايبروس باند مقسماها على شكل نودولز بالاضافه الى وجود اللاكيونر سيلز. ايه اللاكيونر سيل دي؟ لسه قايلين ان هي نوع سبيسيفيك من الهودجكن سيلز او من الار اس سيل، تبقى ليها مالتي لوب نيوكلياي بالاضافه لوجود نيوكليولاي جوه كل نيوكليوس. فيها اباندنت بيل سيتوبلازم
بيحصل له ريتراكشن ارتيفاكت مع الفورمالين فيكسيشن، وبالتالي الخلايا بتبين كانها فلوتنج ان الاكيومي. الكلاسيك ار اس بيكون رير ان احنا نشوفها في الحالات دي. طبعا عندي الباك جراوند سيلز اللي عباره عن ليمفوسايتس هيسيوسايتس بلازما سيلز، دول موجودين في حالات النودولار اسكليروس. اللي احنا شايفينه قدامنا ده يا دكاتره هو ده الميكروسكوبيك فيتشرز بتاعه الليمفوما اللي هي الميكس سيلولاريتي هودجكن ليمفوما. الميكس سيلولاريتي هودجكن ليمفوما دي فورم من الهودجكن ليمفوما جنرالي ريبليسز ذا انتاير افكتد ليمف نود باي هيتروجينس ميكتشر اوف فيريوس تايبس اوف ابيرنتلي نورمال سيلز. عشان كده اسمها ايه؟ ميكس سيلولاريتي. انا عندي خلايا شكلها شبه طبيعي، ميكتشر من الخلايا موجوده جوه الليمف نود. الخلايا دي بتبقى عباره عن ايه؟ لسه بنقول هي الباك جراوند ثابته اللي هي الليمفوسايتس هيستيوسايتس زينوفيلز بلازما سيلز. بيكون فيها كميه من الفايبروسس ممكن اشوفها بس بتكون اقل من النوديال سكليروسس. الار اس التيبيكال بشوفها هنا، يبقى الكلاسيك ار اس موجوده هنا بشكل فريكونت. البروجنوزس بتاعها بيكون كويس جدا، تالي النوديال سكليروسس في البروجنوزس. يبقى انا عندي اول واحده نوديال سكليروسس كان فيها سكليروسس اللي هو فايبروسس مقسمها النوديولز ومعاها ميكتشر من السيلز واللاكنر سيلز. هنا انا عندي في فايبروسس برضه بس طبعا مش بالكثافه اللي هناك عشان تتقسم الى نوديولز في النوديال سكليروسس. كمان عندي ميكتشر من السيلز. في النوديال سكليروسس كان عندي اللاكنر ار اس سيل، انما هنا عندي الكلاسيك ار اس. النوع الثالث من الكلاسيك هودجكن ليمفوما هو الليمفوسايت ريتش هودجكن ليمفوما. من الاسم بتاعها انا شايف ان الموضوع هنا هيبقى كاركترايزد باي اباندنت اماونت من الليمفوسايتس ومعاها برضو هيستيوسايتس زينوفيلز وبلازما، لكن الخليه اللي ليها الابر هاند هي سمول ليمفوسايتس. بشوف كلاسيك ار اس بس ما بتكونش كتير. الخليه او الحاله اللي يكون فيها هودجكن انا شايف ميكتشر من الباك جراوند سيل وقدرت الاقي ار اس سيل بس مش قادر احطها في بند النوديال سكليروسس ولا قادر احطها في الميكسد سيلولاريتي، بحطها على انها ليمفوسايت ريتش. يبقى امتى بقول ليمفوسايت ريتش؟ ده تشخيص كده بيجي لما اكسكلوجن، انا مش قادر احطها مع النوديال سكليروسس عشان ما عنديش كميه الفايبروسس دي ولا انا شايف لاكنر. مش قادر احطها مع الميكسد سيلولاريتي عشان ما عنديش الفايبروسس اللي موجود، ما عنديش الكلاسيك ار اس، فبحطها في بند الليمفوسايت ريتش. دي نميزها بان فيها كميه كبيره من الليمفوسايتس ومش لاقي فريكوينت ار اس. دي ليها الكلينيكال بيهيفير بتاعها بيكون برضو كويس. احنا قلنا احسنهم هي النودل سكليروسس وبعديها الميكس سيلولاريتي وبيجي معاهم الليمفوسايت ريتش، بيكون البروجنوز بتاع الحاله كويس. اخر واحده في الكلاسيك هودجكن ليمفوما هي الليمفوسايت ديبليتد هودجكن ليمفوما. النوع ده هو اللي هايلي اجريسيف، غالبا بيجي في ناس كبار في السن. الليمف نود ما بيكونش فيها كميه كبيره من الليمفوسايت، يعني انت متخيل تتكلم على الليمفوما بس ما فيهاش ليمفوسايتس، وده يوضح لك قد ايه الموضوع بيبقى اجريسيف. انت الليمف نود عندك بتبقى ميدلي هايبرسيلولر ومليانه كميه رهيبه من الفايبروزس وفايبريلر او هايلاين ماتيريال. ده شكل من الاشكال بتاعتها. ممكن اشوف شكل تاني ان انا الاقيها فيها سيلز بس السيلز دي عباره عن اتيبيكال بليومورفيك سيلز وسكانتي ليمفوسايتس، ولما بشوف ار اس فيها بتبقى الار اس الاتيبيكال ار اس البيزار ال اس او الخليه اللي شكلها يخوف من كتر الاتيبيا اللي حاصله فيها. فانا عندي الليمفوسايت بليتد من اسمها، كميه الليمفوسايتس اللي عندي قليله، فدي حاجه تخوف. البروجنوز بتاعها بيكون وحش، بتيجي في سن كبير، بيبقى كميه السيلز اللي فيها مش كتيره، كميه الفايبروزز ممكن تكون عنيفه جدا، والار اس سيلز شبه. طيب بعد ما قلنا ان الهودجكن ليمفوما دي عباره عن نوعين كبار، نوديال ليمفوسيتك بريدومينانت والكلاسيك بالاربع انواع بتوعها، يا ترى البروجنوزز عامل ازاي؟ البروجنوزز يعني الحاله دي انا متوقع لها ايه؟ الحاله دي هتستجيب للكيماوي، الحاله دي هتستجيب للريديو، الحاله دي البيشنت ان شاء الله يعيش حياه كويسه ولا الدنيا تبقى عامله ازاي؟ بالرغم ان في عوامل كتيره بتتدخل في البروجنوزز، اهم حاجتين بيحددوا الحاله هتمشي ازاي هما الستيج، يعني the extent of involvement بتاعت الديزيز والهيستولوجيكال سب تايب اللي عندي. الستيج ستيج 1 و 2 و 3 زي ما هتعرفوا في المحاضره اللي بعد كده، ان انتوا هتعرفوا ان شاء الله الستيجنج بتاع الليمفوما. في ستيج 1 و 2 و 3 انا لحد هنا مش هيفرق معايا الموضوع، كلهم تقريبا ان شاء الله البروجنوز واحد. بخاف بس من ستيج 4 لما بتكون الدنيا عندي
ديسمينيتد بعنف، يعني المرض انتشر. العامل بقى اللي بيفرق قوي في الهوجيكي لينفوما هو السب تايب، هو الهيستولوجيكال تايب اللي عندي. النوديولار لينفوسيتك بريدومينانت والنوديولار سكلروزس هم احسن اتنين في البروجنوزس بتاعهم، يعني احسن اتنين يدوا استجابه مع التريتمنت. تليهم الميكسد سيلولاريتي، وبعدها بتيجي الليمفوسايت بريدومينانت. لكن طبعا زي ما احنا لسه قايلين ان الليمفوسايت ديبليتد هي ليها الورست بروجنوزس، وغالبا بتبقى ساعه الدياجنوزس بتاعها ديسيمينيتد. يعني ايه ديسيمينيتد؟ يعني واصلين لستيج عاليه، ستيج 4، مع بيشنت اولد ايج، والاميونيتي بتاعته من الواضح ان الليمفوسايتس قليله، فالقصه ما بتبقاش مبشره. ايه الكلينيكال بيكتشر او الكلينيكال فيتشرز بتاعت الهودجكن ليمفوما؟ كل السب تايب بتاعت الهودجكن ليمفوما باستثناء النوديولار سكلروزس بتبقى مور كومن ان ميلز، لان زي ما قلنا ان النوديولار سكلروزس بتكون مور كومن ان فيميلز. البيشنت بريزنت بايه؟ البيشنت بيجي بفينلس موفابل اند فيرم لينفادينوباثي. حوالي نص الحالات هاف اوف ذا بيشنتس بيحصل لهم سبلينوميجالي اثناء ذا كورس اوف ذا ديزيز. كمان الليفر بيكون انلارجد. يبقى البيشنت اللي عندي بيجي يشتكي من بينلس فيرم لينفادينوباثي مع سبلينوميجالي وهيباتوميجالي. الكونستيتيوشنال سيمبتومز اللي هي حاجه اسمها تايب بي سيمبتومز، ودي ان شاء الله تعرفوها لما تاخدوا الستيجنج، بتكون موجوده في حوالي 25-40% من البيشنت. الموست كومن هي اللو جريد فيفر، نايت سويتس، اند ان اكسبلايند ويت لوس بيزيد عن 10% من النورمال ويت بتاع البيشنت. تاني، ايه هي الكلينيكال فيتشرز او الكلينيكال مانيفستيشنز اللي بيجي يشتكي منها البيشنت بتاع الهوجيكال ليمفوما؟ هي الليمفادينوباثي، هيباتوميجالي، سبلينوميجالي. بعض البيشنت بيجوا يشتكوا بحاجه بمجموعه من السيمبتوم كونستيتيوشنال سيمبتومز، والبيشنت اللي عنده السيمبتومز دي بيتحط في الستيجنج في جروب بي. دايما كل ستيج بيبقى فيها اي وبي. اللي بيجي يشتكي بالسيمبتومز دي اللي هي الفيفر والسويتس والويت لوس بنحط ان هو في ستيج مثلا 1 بي 2 بي 3 بي وهكذا. زي ما هنقول الستيجنج، الستيجنج هو الاكستند اوف انفولفمنت اوف ذا ديزيز، وده ليه بنعمله؟ علشان نعرف البروبر تريتمنت، وبيساعد في البروجنوزز. البروجنوزز زي ما قلنا بتاع الهوجيك الليمفوما بيعتمد على تو مين امبورتنت بارامترز، الستيج والتايب. نوع الستيجنج اللي بيستخدم في حالات الهوجيكن لينفوما هو نفسه اللي بيستخدم في حالات النون هوجيكن، وهو حاجه اسمها الان اربور ستيجنج كلاسيفيكيشن، وبتاخد انتو اكاونت تو بارامترز كلينيكال اند باثولوجيكال ستيج اوف ذا ديزيز. يعني بيكون عندي بعرف الديزيز واخد انهي جروب من الليمف نود، اباف الدايفرام ولا بيلو الدايفرام، السبلين افكتد ولا لا، بالاضافه لوجود او عدم وجود الكونستيتيوشنال مانيفستيشنز اللي قلنا ان هي بتكون موجوده في بعض البيشنتس. Thank you.